أكلة شعبية مشهورة، لا يكاد مطعم في تركيا إلا وتتوفر في قائمته أكلة تشيكوفتا، ولا يكاد يخلو منزل في تركيا إلا ويحوي على الكوفتا، أو يقوم بتحضيرها كطقس شعبي مميز يجمع العائلة والأصدقاء على تناولها باعتبارها طبقاً رئيسياً أو كنوع من المقبلات. تتكون هذه الأكلة بشكل أساسي من البرغل واللحم الناعم، ويضيف البعض البقدونس والبصل الأخضر المفروم والثوم وزيت الزيتون مع دبس الطماطم أو البندورة إلى جانب دبس الفلفل الحار والحلو، ويتم تزيينها بالخس والليمون، وكلما كانت طريقة هرسها متقنة كان الطعم أشهى وألذ. ويعود أصل التشيكوفتا إلى آلاف السنين، كما تتعدد الروايات التي تنسب بدايات طهي هذه الأكلة اللذيذة في تركيا، إذ يحكى أن أصل الكبة النيئة أي تشيكوفتا يرجع للجنوب التركي الذي يحتضن مختلف الثقافات والحضارات، ويقال أن نبعها الأصلي هو منطقة أيدنمان. وهناك رواية أخرى تنسب أصل أكلة الكفتة إلى مدينة أورفا المشهورة بالكباب، وإلى زمن النبي إبراهيم الخليل وحكايته مع النمرود، فعندما جمع النمرود جميع الحطب والأخشاب في المنطقة لحرق الرسول إبراهيم نفد حطب الطهو، فابتكرت إحدى النسوة هذه الكبة النية بعد مزج اللحم بالبرغل والفلفل الحار وهرسها بالحجارة. وبغض النظر عن صحة هذه الروايات، فإن هذا الطبق التركي ظل محافظاً على قيمته التاريخية، وهو من الأكلات الشعبية الأكثر وجوداً وانتشاراً في المدن التركية، كما أن سعرها يتناسب مع كافة شرائح المجتمع التركي.